القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. الرئيس للجيش اليقظة والحذر والاستعداد القتالي. موسكو تتحدى واشنطن في سوريا. حقيقة وقف التصالح مع حسين سالم. التاء المربوطة سر قوتك. وإليكم تفاصيل النشرة. الرئيس يشدد على اليقظة والاستعداد القتالي. فقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووجه باستمرار العمل بأقصى درجات الحذر خاصة مع دقة الأوضاع الإقليمية. وأشاد الرئيس بجهود رجال الجيش وأشقائهم من جهاز الشرطة وما يبذلونه من تضحيات فداء للوطن وتحقيقا لأمن الشعب المصري. كان الرئيس قد وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش وقبر الجندي المجهول وقبري عبد الناصر والسادات، وذلك احتفالا بنصر أكتوبر. هذا ونشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيلما توثيقيا عن اللواء بحري محمود عبد الرحمن فهمي قائد القوات البحرية في حرب أكتوبر. كان لواء محمود عبد الرحمن قد شغل رئيس شعبة العمليات البحرية بعد حرب يونيو، ومن العمليات التاريخية في ذلك الوقت إغراق المدمرة إيلات. موسكو تتحدى واشنطن. فقد قال النائب الأول لرئيس مجلس الدوما الروسي إيفان ميلينكوف أن بلاده ربما تدفع الحرب الدائرة في الشرق الأوسط لمكافحة الإرهاب إلى نهايتها، وذلك في ضوء الاستفزازات الإعلامية الأخيرة والتصريحات الرسمية التي صدرت من جانب الولايات المتحدة، مؤكدا أن موسكو تستطيع توحيد جهودها لإنهاء الحرب والقضاء على التنظيمات الإرهابية. نفى المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع ما تردد حول إدلائه بتصريحات عن إلغاء اتفاقية التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأسرته في حال ظهور أي أموال له في الداخل أو الخارج لم يفصح عنها قبل التصالح، مؤكدا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة. قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق اثنين من المتهمين في قضية العائدون من ليبيا إلى فضيلة المفتي، وتم تحديد جلسة 5 نوفمبر للنطق بالحكم على باقي المتهمين، والبالغ عددهم 14 متهما. جدير بالذكر أنه تم ضبط المتهمين بمنفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا لاتهامهم بتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد. لا يوجد مستحيل أمام عزيمة وإصرار المرأة. بهذه الكلمات دشنت الدكتورة مايا مورسي رئيسة المجلس القومي للمرأة حملة التاء المربوطة بالتعاون مع مؤسسة الأمم المتحدة، وذلك في الاحتفالية التي استضافتها دار الأوبرا وشارك فيها العديد من الشخصيات العامة والوزراء الحاليين والسابقين المعروفين بدورهم في دعم قضايا المرأة. وقد وجهت الدكتورة مايا مورسي الشكر للوزيرات غادة والي ونبيلة مكرم وسحر نصر وداليا خرشد على دعمهن للحملة، كما وجهت الشكر للإعلامي طارق نور على دعمه للمجلس وعرضه للحملة الإعلانية التاء المربوطة سر قوتك مجانا على القاهرة والناس. أنا سعيدة بوجودي النهاردة وبمشاركتي في حملة التاء المربوطة. بداية طبعا أحب أن أنا أحيي وأشكر دكتورة مايا مورسي على إطلاق هذه الحملة، وبحيي كل عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة. إلى هنا نشرتنا انتهت، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.